بحسب عمري حيرني أمري وعم بحسب عمري وبقول لحالي ترابك هالغالي من وين انجلب يا قلعت حالك ترابك هالغالي من وين انجلب يا قلعت حالك يرحم عينيهن صفوا دراجك تسلم ايديهن دراجك يرحم عينيهن صفوا دراجك تسلم ايديهن ولعلوا دراجك يرحم عينيهن صفوا دراجك تسلم ايديهن ولعلوا دراجك يرحم عينيهن صفوا دراجك تسلم ايديهن حلوة يا قلعة يا فن وصنعة حلوة يا قلعة اليوم في منتصف اخبار حلوه من عند الصبح يسعد صباحك عن جديد وصباح كل من عم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه والصحه والسلامه لكم مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه ابقوا برفقتنا في حلقه مميزه كثير ويسعد صباحك عن جديد يسعد صباحك سمر بدي اتمنى لك نهار جميل اكيد ولجميع اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحيه لليوم نهار جديد ان شاء الله يحمل كل الخير شهر اعياد مبارك ان شاء الله يكون هذا الشهر خير وسلام على جميع الاراضي السوريه مثل ما متعودين ضيوف من مجالات مختلفة ما مننسى نتشكر مطعم بابيليتو اللي عم يستضيفنا كل يوم ضمن مساحة ساعة من الوقت أكيد بتحقق إفادة لنا لكم كل الشكر لمطعم بابيليتو يلي بيتميز بأجواءه العائلية الدافئة أكيد رح نبدأ صباحنا لكن سمر معك البداية وين بدنا نروح؟ أكيد البداية مع عمل درامي سالي بيوثق بطولات الجيش العربي السوري بإنتاج وطني بعدسة المخرج نجدة أنزور خلونا نتابع التفاصيل مع زميلتنا سلمى عودة هنا في مشهد يحاكي بطولات الجيش العربي السوري تدور كاميرا المخرج نجدة إسماعيل أنزور لصناعة عمل درامي تلفزيوني يحمل اسم أقمار في ليل حالك من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي مهما قمنا من أعمال توثق بطولات الجيش العربي السوري سوف نبقى مقصرين مع هذه البطولات التي لا تعد ولا تحصى أنا أعتقد مسلسل أقمار في ليل حالك وليس فقط مسلسل درامي ملحمي يعكس بطولات الجيش العربي السوري وإنما هو توثيق لهذه البطولات لنقول للعالم أجمع أن هناك بطولات في الجيش العربي السوري دفع ثمنها هؤلاء أن كل ذرة تراب من هذا الوطن كان لها ثمن من دماء الجيش العربي السوري لا يمكن لعمل واحد أن يغطي كل ما حدث في سوريا خلال العشر سنوات لذلك نحن حريصين أنه هذا العمل تظهر في كل بطولات الجيش العربي السوري وتضحيات الشعب السوري اللي قدمها خلال هذه الأزمة لذلك نحن اخترنا مجموعة مواضيع بيربط بيناتها واحد كاتب أو باحث هو عم يربط بين هاي الخطوط يعني هو عمل ليس ثلاثيات هو عمل بقصص منفصلة ومتصلة بنفس الوقت اليوم هذا العمل الذي يكرس بطولات الجيش العربي السوري ويتحدث عن بطولات المواطن السوري في كل المحافظات للمخرج المبدع الأستاذ نجدة أنزور اللي هو أيضا زميلنا بمجلس الشعب نعتز فيه نحن كقامة إعلامية وكقامة برلمانية
بنتمنى التوفيق لكل كادر الأعمال. أنت لما تاخدي هاي الصور البطولية لشبابنا بهالجيش والله يرحم شهدائنا، فأنت عم تأرخي تاريخ مشرف لهالبلد. العمل الدرامي يجسد قصصا عبر ثلاثيات تنفرد كل واحدة بحكاية من البطولات التي صنعها السوريون وعاشوها عبر 10 سنوات من الحرب. نحن الآن جنوب شرق مطار دمشق الدولي بحدود 15 كيلومتر في قلب الصحراء. المحور اللي نحن عم نرصده اليوم بموقع تصويره هو عن سقوط طيار في منطقة تسيطر عليها المسلحين الإرهابيين. العمل قائم على مجموعة محاور، كل محور بيغطي جزء من الحالة السورية، تكتمل كاملة في محور نهائي وضام يجمع كل المحاور. المقصد فيها تسليط الضوء على الحالة السورية اللي جلت بالانتصار النهائي. هذا العمل ضخم، هو بيضم 8 قصص كبيرة، يعني ضمن 30 يوم، خلينا نقول 30 حلقة، ثلاثيات منفصل متصل. هذه بتضم كل 10 سنين اللي صارت فيها تقريبا، تلميح على 10 سنين كلها صار فيها الحروب بروايات مختلفة. طبعا حاولنا نحن انه نرفع سوية العمل الفنية، سواء كانت بالجرافيك او بالتصوير او بالديكور او بكل شيء. نحكي عن الحرب وعن انعكاسات هاي الحرب اجتماعيا على الناس او اقتصاديا على الناس، وكيف الامور تحولت من شيء جميل بالبلد الى شيء اسود قاتم. الناس تحتاج انه نواكب الحدث يعني اول باول. انت بتعرفي وكل المشاهدين بيعرفوا يعني الانتاج بسوريا بظل الحرب، يعني اي بلد بده يصير فيه هذا الحرب اكيد بيتاثر الانتاج، فاكيد بنتمنى نحن وبننبسط وقت اللي بيكون الانتاج سوري. بالنهايه نحن سوريين اكيد يعني، وبنتمنى نشتغل ببلدنا وإنتاج بلدنا وكل شيء يكون سوري. يعتبر هذا المسلسل جزءا من الأعمال الفنية التي تعمل وزارة الإعلام السورية بمؤسساتها على إنتاجها لتحكي عن بطولات الجيش العربي السوري وتوثق انتصاراته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقمار في ليل حالك، عمل درامي جديد يجسد صورة من صور الحرب والانتصار على الإرهاب في سوريا. للإخبارية السورية من أحد مواقع تصوير العمل الدرامي، سلمى عودة. سالي، الثالث من كانون الأول من كل عام يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مجالات الحياة. صحيح سمر، كما يصادف الخامس من كانون الأول من كل عام يوم التطوع العالمي أو يوم الدولي للمتطوعين، الذي يهدف إلى شكر المتطوعين على مجهودهم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع. اليوم ضمن مساحتنا الاجتماعية المخصصة للأطفال، أكيد خاصة لأهمية تأهيل وتدريب المتطوعين العاملين بهذا المجال، مجال الطفولة، بدنا نخصص بمختلف الأساليب والتقنيات من الدمج وغيرها من قضايا التعلم والحديث. أيضا رح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل موسع مع ضيفتنا الدائمة. بصرنا نرحب بالاختصاصية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية مثل ما حكينا كمان بالبداية، الثالث من كانون الأول اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا نحكي عن هذا اليوم وأهميته وخصوصيته لهذا اليوم وأهمية الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. هلا نحن اجمالا بكون في عنا او بنتحدث عن اعاقه او بنتحدث عن حاجه خاصه بتخص اي شخص، كلياتنا عنا احتياجات خاصه، كل حدا بمجال معين. نحن هون بنحاول نشرح اكثر شو يعني اعاقه. الاعاقه مو ضروري تكون اعاقه ظاهره او هي في اي حدا ممكن يشوفها او يكتشفها مجرد ما ينظر للشخص.
ممكن تكون إعاقة ظاهرة أو ممكن تكون خفية، ممكن يكون احتياج واضح بالجسد، ممكن يكون احتياج نفسي، ممكن يكون احتياج مثل ما نحن فينا نصنف حتى لما بيكون في عندي أنا أي طفل ممكن يكون عنده نقص معين بناحية أكاديمية أو ناحية اجتماعية أو حتى الناحية النفسية، فأنا هي بعتبرها حاجة خاصة بتخصه لازم يكون في له دعم خاص. حتى كمان أنا بقدر اعتبرها إعاقة لأن هي بتعيقه عن أنه يمارس حياته اليومية. نحن من دائما بنقول أنه إعاقة فمعناتها خلص هو شخص عنده إعاقة، هو ما بيقدر يتحرك أو نحن لازم نخبيه أو نحن لازم ما نكون واضحين أو نقدم له الدعم الكافي. لهيك نحن بما يخص الطفل بنحاول نزرع هاي الثقافة من عمر بكير، من الطفولة المبكرة، اللي نحن بندمج الفكرتين، فكرة شو يعني تطوع مع فكرة شو يعني أنا طفل عنده احتياج أو عنده إعاقة معينة، أنا كيف فيني أدعمه وكيف فيني أكون شخص مساعد ومساهم لتنمية اجتماعية بشكل عام. نعم، يعني رندا، يمكن مفهوم العمل التطوعي هو مفهوم واسع وشامل وتعزز قيمته خلال فترة الحرب خاصة بسوريا. شفنا الشباب وشفنا يلي مثلكم الأخصائيين كيف عم يعززوا هذا المفهوم من خلال كوادر تأهيلية وتدريبية، وخاصة ما يخص مجال الأطفال اللي هن الأكثر عرضة وتأثر بالحرب. خبرينا مفهوم التطوع بمجتمعاتنا، كيف بدأتوا التعريف فيه؟ كيف شجعتوا الكوادر انه تدخل هذا المجال؟ هلا هذا اكثر شيء نحن بنتوسع فيه من الاطفال والمراهقين اكثر. نعم. من الاطفال، الطفل اكثر شيء نحن بنزرع له فكره المشاركه، فكره العطاء بدون مقابل. متى ما بلشت تنزرع هي البوادر او هي البذره الصح بهذا الطفل، فهو مع المستقبل بالمراهقه حتى بالشباب والرشد رح بيكون شخص عنده قابليه للتطوع وعنده رغبه لانه يقدم بدون مقابل. وهي للاسف نحن بالتربيه بما يخص اطفالنا دائما بنعودهم انه يلا دروس لحتى كافئك، لا، لازم يكون بعد فتره نبدل هذا التعزيز بتعزيز معنوي، انه يحس حاله شخص عم بينجز بدون مقابل، هو شعوره فقط بالتقدير. لهيك نحن بنعمل تكون هي عمليه تبادليه بيننا وبين اطفالنا او بيننا وبين المراهقين، عن طريق تشارك نشاطات معينه، عن طريق تبادل خبرات، عن طريق انه نحن نقدم خدمات لبعض بدون مقابل. بهذا ببلش نحن نزرع هذا الفكر، ببلش نحن نكون النموذج الصح اللي بنقدمه لاطفالنا ولمراهقينا لحتى بالمستقبل يكونوا هن عندهم قابليه. بعدين في نحن كثير نقطه مهمه هو الجانب الاجتماعي اللي بخص الطفل المراهق. تماما. المراهق تماما لما بيكون في عنده تعزيز اجتماعي او لما بيكون ضمن مجموعه عم بيتميز بتقديم شيء بدون مقابل، هذا كافي له ليكون محبب له مفهوم العطاء. تمام. ومثل ما كثير بنسمع انه الاشخاص ذوي الاعاقه الخاصه انه لازم ما نعاملهم مثلا نفرقهم عن الاطفال اذا كان في عندنا دمج بالمدارس، مثلا اذا عملوا مثلا شيء عادي مثل الاطفال العاديين ما بيعملوهم ما لازم كثير نشجعه انه خلص يعني مشان ما يحس يعني بحاله من النقص. واكيد كثير في عندنا قواعد رندا خلينا نحكي عليها كيفيه التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه بالاخص عند المعلمين، خلينا نحكي كيف ممكن يتعاملوا معهم، شو هي القواعد او فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه برايك؟ اول شيء انه انا بدي اتجاهل تماما الهاله اللي نحن بنحط فيها الطفل اللي عنده حاجه او اي شخص عنده احتياج معين، نحن دائما بنحيطه بهاله دراميه حزينه انه بدنا ندعمه بدنا، فبيكون الدعم مضر مو مشجع ابدا ولا له ايجابي. لهيك نحن دائما لازم شو ما كانت الطفل، سواء كان طفل سليم او عنده اعاقه او عنده اي احتياج سواء ظاهر او خفي، نحن دائما نكافئ على حجم الانجاز، لا اكبر فهو يصير عنده غرور ويصير عنده طمع او بصير ما بيقدم شيء بدون مقابل، ولا يكون قليل اقل من حجم انجازه فهو بالمقابل حيكون شخص محبط، شخص تقديره لنفسه منخفض، ما بيعرف يحط حاله دائما على السلم الصح بالتقييم الذاتي. لهيك انا لازم
نكون دائما متوازنة بهذا الموضوع، كافئ على قد الإنجاز، بالتدريج انقل من التعزيز الملموس الحسي اللي هي مكافآت ممكن تكون مثلا بونبون مشوار، لانقلها لشيء معنوي انه برافو. بعد فترة بحط له جدول بقول له انت قيم نفسك، كيف شايف حالك، هل انت انجزت الشيء اللي انت رضيان عنه؟ متى ما بلش يعرف فكرة الرضا عن الذات أو يعرف فكرة أنه أنا رضيان بإنجازي وأنا هي إمكانياتي، دائماً ما نعطي أنه أنت بتقدر أكثر هو ما يكون بيقدر، لازم دائماً نشجعه على قد إمكانياته تماماً، خصوصي الطفل اللي عنده احتياج يتقبل حاله، يتقبل تماماً نفسه. يعرف أنه في أشياء أنا هي طاقتي أو أنا هي مساحتي اللي بقدر أقدم فيها، غير هيك أنا ما بقدر. دائماً كلياتنا عندنا شيء بيميزنا أو دائماً نحن مميزين بشيء، كل شخص دائما نحن نركز الضوء على الشيء اللي بيميز الطفل، النقطة الإيجابية اللي فيه لحتى هي تدعم النقطة السلبية أو هي تدعم الاحتياج اللي عنده، ما يكون تركيزنا على احتياجه فبالتالي هو دائما عم بيعيش احباطات ورا بعضها، انه انا ما عم بقدر انجز بشيء، يمكن ما يكون يقدر مثلا يركض فانا ما بروح بشجعه لانه مثلا يفوت مثلا انه يتدرب على الركض او شيء، لا بعلمه مثلا رسم، بعلمه موسيقى، بعلمه شيء ثاني هو يكون بيقدر ينجز فيه ويشعر بهذا الشعور بالانجاز. يمكن اهم نقطه حكيتيها ليندا هنا كنه نقاط مهمه، ولكن هي عدم، خلينا نقول انه عدم احساس الطفل بالاحباط لا يقدر هو يقدم، وهذا كله بيحتاج لحدا مؤهل مدرب بتقنيات وبرامج تدريبية معينة. خلينا نحكي شو أهم التقنيات للبرامج التدريبية للكوادر اللي بدها تساعد الطفل على تخطي أي صعوبة. أول شيء لازم هن نحطهم بهالة دعم نفسي لنشوف هن حجم، لأنه دائما نحن الإنجاز اللي بناخده من طفل الاحتياج بيكون أبطأ من الطفل العادي، اللي أنا المتوقع من طفل أخده بشهر طبيعي فأنا من طفل الاحتياج ممكن 3 شهور وممكن 6 شهور وممكن سنين. لهيك دائما الشخص اللي عم بيشتغل مع طفل الاحتياج سواء كان متطوع ولا كان مختص دائما لازم يكون عنده ما عنده يقدر يقاوم احباطه، دائما يكون عنده خطه شهريه على مدى معين انه انا لازم خلال شهرين حقق هذا الانجاز مع الطفل، ان ما اعطى هاي القفزه او هذا التطور فهذا ما بيعني انه انا شخص غير ناجح. دائما كلياتنا في عندنا مشاكل سواء بالبيت سواء بالشغل سواء بالحياه، ممكن انا كشخص عم بدرب حدا او عم بشتغل مع طفل احتياج يكون انا عندي احتياج معين، لازم اكون انا محيطه بهذا الموضوع قدرانه اتكيف معه، قدرانه اعمل شيء بقول لهم دائما اعملوا رياضه، دائما يكون عندكم اصدقاء، لازم يكون عندهم صبر تماما يتعاملوا بالطريقه الصح مع تماما، لازم يكون في عندهم، نحن كيف بنعلمهم يكون عندهم صبر؟ مثل ما قلت لك بنحط هذا الجدول اللي هو انا بدي احقق هالنقاط خلال مده زمنيه معينه، ان ما حققتها انا شو البدائل، شو الخطه، المرونه، الصبر لازم يكون مترافق مع مرونه اقدر اعدل بالخطه اللي انا عم بشتغلها مع الطفل. اكيد رندا، بالختام باليوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصه بدي منك كلمه لكل الاهالي اللي عندهم اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو نصيحة ممكن توجهي لهم إياها. للأسف أنا لهلأ عم شوف في عائلات رغم كل هالوعي وكل هالتوعية اللي عم بتصير لسه في أهالي عم بيخبوا أطفالهم اللي عندهم احتياج، في آلية الرفض الموجودة عند الأهل المثقفين المطلعين إنه أنا ابني ما في شيء، هي بتكون ما لها علاقة أبدا لا بالثقافة ولا بالعلم، بتلاقي أطباء وبتلاقي ناس مثقفين دكاترة بالجامعة بتلاقي عندهم طفل عنده احتياج بس هن آلية الرفض اللي عندهم إنه أنا ابني ما في شيء، هذا بيأخر الموضوع، هذا بيخلي دائما نحن الخطة العلاجية اللي بتكون بأول 5 سنين من حياة الطفل اللي ممكن تطلعه من مشكلته هي للأسف بتضيع على الطفل بس بآلية الرفض اللي بتكون موجودة عند الأهل. خلينا نكون أكثر وعي، دائما نستشير، دائما نعمل سيرش، معلش إذا أنا ما بدي استشير أعمل سيرش وشوف الأعراض اللي عم ظاهرة عند ابني شو هي وكيف فيني عالجها.
صحيح يمكن من بخطوه جريئه من الاهل بينقذوا طفلهم من كثير امور، وما في شيء الواحد يستحي فيه، بالعكس رب العالمين عطى ملكات لاصحاب ذوي الاحتياج تماما، عندهم ملكات يمكن بتفوقوا فيها علينا نحن يلي ما نسمى الاشخاص الطبيعيين، بيكونوا اكثر حنيه واكثر محبه. شكرا لك رندا. شكرا لكم. شكرا, شكرا لك رندا. شكرا كل سنه وانا بالف خير لكل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، واكيد نحن يعني كلياتنا بدنا ندعمهم، اكيد كلياتنا داعمين لهم. شكرا لك. شكرا لكم. ما هلا يا سمر بدنا نروح لحلب الشهباء، حيث يمكن ما رح ننتقل لحلب، رح نروح للبازار يلي ايضا مثل هذا الوقت بتلبس دمشق وجميع المحافظات السوريه الحله الميلاديه لتعلن انه هذا الشهر هو شهر العطاء. نساء اكيد سوريات أثبتنا نفسهم من خلال بازار قاموا فيه بكنيسة مار الياس، طبعا هن تابعين لكنيسة مار أفرام، وكان لليوم لمناهضة العنف ضد المرأة. تفاصيل أوفى مع رزان سليمان. هدفنا بهذا البازار مو بس مساعدة النساء لترويج منتجاتهم والفائدة المادية، وإنما ضمن هذا البازار في حملة توعية بأكثر من طريقة، منها الفلايرات، منها مسرحية، منها عمل تمثيلي، حتى المرأة بالفعل تكون واعية لكل ما بيواجه كرامتها الإنسانية وتقدر تتصدى وتتحدى هذا العنف مثل ما قلنا القائم على النوع الاجتماعي. حبيت شارك بالبازار، هو كل سنة بصير البازار بس كان هي السنة بشكل تاني، كان العنف ضد المرأة، ولحتى يأرجونا أنه السيدة والمرأة لها دور بالمجتمع وفيها تعتمد على نفسها بالدخل المادي وتعتمد على الحالة. كانت المشاركة كتير حلوة بطاولات منوعة وفيها أشغال يدوية وشغل السيدات. هدف البازار هو دعم السيدات العاملات ببيوتهم الترويج لعن منتجاتهم، ولحتى العالم تعرف أكثر وأكثر هن شو بيشتغلوا بمنازلهم. هذا البازار الهدف الأساسي تبعه هو دعم السيدات العاملات، الهدف الأساسي كونه هي الحملة العنوان الرسمي لها هو المساواة بين الرجل والمرأة وبين حقوقها، فنحن هون موجودين لندعم السيدات العاملات، لنأكد أنه السيدة العاملة عندها قدرة على تأمين الدخل ودعم نفسها لحالها. لليوم رح نسلط فيها الضوء على موضوع العقم ونعرف شو أسبابه وطرق العلاج سواء كانت دوائية أو جراحية، وأكيد حنحكي أكثر عن موضوع العقم مع الدكتور أكرم الأحمر، اختصاص بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا ميت صباح النور. أهلا وسهلا. يا هلا. يسعد صباحك دكتور، يعني أنت ضيفنا الدائم ودائما نحن مواضيعنا منركز فيها على شغلات بتهم ايضا كل حدا عم يحضرنا، ان شاء الله يا رب هيك الكل يوصل للي بباله وما يصيب حدا اي مرض. دكتور خلينا نعرف العقم قبل ما نبدا بالتفاصيل. يا صباح الفل اولا. ثانيا تعريف العقم هو اي زوجين مضى عليهم سنه في علاقه بيناتهم وفي رغبه والزوجين متوفرين، يعني مو حدا مسافر او حدا مريض او شيء وما صار عندهم حمل، بنقول دخلنا هلا خلينا شوي نلطف الكلمه، ما
ما نقول انه هو دخلوا بهي التصنيف العقم، نقول دخلوا بتصنيف غالبا وان شاء الله يا رب بتاخر الحمل. هلا سنه، هلا بنقول هي النسبه تتحقق، بمعنى انه اغلب الازواج 85% منهم تقريبا خلال سنه رح يكونوا صاروا، في حال تحققت الشروط اللي حكيناها رح يكونوا صاروا حوامل يا رب. طيب خلينا نقول بقى هلا تعريف ثاني، انه نطور القصه شوي اكثر، انه هي انه بعد سنتين حوالي 90 ل 92% رح يكونوا صاروا حوامل. اذا هذا بالتعريف. هلا العقم بيجي عنا نوعين، عقم بدئي. كلمه بدئي يعني انه تحققت الشروط ولم يحصل حمل على الاطلاق. تمام. هلا في عنا شيء اسمه عقم ثانوي، بمعنى صار في عندهم حمل بعد سنه بعد سنتين بعد شهرين، اللي هو مش شرط ترتبط بولاده حيه، ولكن بعدين ما عاد صار حمل، صار اسمه عقم ثانوي. هلا كل واحد منهم له مدلول مختلف تماما، وبالتالي طريقه مقاربه مختلفه هلا بتبين معنا. اكيد دكتور، خلينا نحكي عن اسباب العقم عند النساء وعند الرجال برايك كمان. هلا اسباب العقم مختلفه تماما طبعا الرجال عند النساء. خلينا نقول نحن النسب تبعيتهم مشان نعرف نقارب الموضوع. خلينا نقول عنا هلا يفترض 100 زوج وزوجة صاير عندهم دخلوا بتصنيف العقم، برجع للتعريف اللي حكيناه، دخلوا بتصنيف العقم، رح نلاقي حوالي 40 منهم السبب هو من الزوجة، ورح نلاقي 40 تانيين السبب هو من الزوج، في 10 منهم من أصل هالمية الزوج والزوجة عندهم مشكلة، وفي 10 منهم لا الزوج عنده مشكلة ولا الزوجة عندها مشكلة، وبيكون في عندهم تأخر حمل نسميه أو تأخر حمل أو عقم غير مفسر مجهول السبب. هلأ إذا بدي أرجع للأسباب، الأسباب عند الأنثى أكثر شيء. وبالمناسبة نحن أهم إجراء بنطلبه لأي زوجين عم يراجعوا العيادة مشان تأخر الحمل عندهم هو طلب تحليل سائل منوي للزوج. يعني ما نبدأ بأي شيء على الإطلاق قبل هذا التحليل، لأنه هو مسؤول عن 40% من الحالات. فلذلك إذا بدي أرجع بقى للعقم الأنثوي يعني المسؤول عنه الزوجة، كمان بنرجع أنا وياكم للغة الأرقام، أنه 40 منه 35 ل 40 بيكون السبب هو عامل مبيضي، بمعنى ضعف بالإباضة أو شيء عندها، وهذا من حسن الحظ من أسهل الأسباب تدبيرا ومعالجة. منلاقي كمان أدهى النسبة 35 ل 40 غالبا بيكون السبب بوقي أو الأنابيب، يعني صحيح. بوقي بيريتواني. هلا شو يعني نقول كلمة بيريتواني؟ ومنلاقي بعدين بقية الأسباب المختلفة يلي تتعلق تشوهات تشريحية، أسباب غدية، بعض الهرمونات الموجودة عندها هي ممكن تشكل غالب الأسباب العقم الأنثوي. العقم الذكري ذاك بده موضوع عامل لحاله، هذاك بيختلف بمعنى بكريتيريا معينة، كل ما بنشوف تحليل سائل منوي بنعرف شو بدنا نتصرف تجاهه. تمام دكتور، يعني خلينا هيك نحكي بالعموميات اللي بيحكوها الناس بين بعضهم دون اللجوء الى الطبيب. بيجي بيقول له تزوج، اذا بدك تجيب اولاد تزوج وحده صغيره بالعمر بتكون عندها الخصوبه عاليه، بعد عمر معين ما عاد بتجيب اولاد، عمره هو بيكون عمره 60 سنه يعني. يعني دكتور قديش له هل العمر له علاقه بالخصوبه؟ نحن بنعرف انه الانثى دائما لها فتره معينه هي فتره الذروه، يا ريت انت تحكي لنا عنها وتوضح للمشاهدين انه مو كل بنت قطعت ال 20 سنه فهي قلت خصوبتها. ابدا تماما. هلا لا شك انه في عنا علاقه حميميه بين العمر والخصوبه. صحيح. تمام. هلا بنلاقي قمه الخصوبه موجوده بعمر حوالي عند الانثى عم بحكي بحوالي عمر ال 25. هلا من بعد ال 35 لانه عم نقول في قمه بال 25، بنلاقي بقى بعمر ال 35 بلشت تقل الخصوبه، ولكن يعني ستيل انه لسه في خصوبه عندها. امتى بنلاقي صار في عنا كسر حاد بالخصوبه عند الانثى؟ لما بنوصل من فوق 37 38 سنه. بعد ال 40 صار بقى كسر حاد اكثر، بمعنى المنحنى البياني صار عم ينزل بشكل حاد كثير. اذا في علاقه موجوده بهذا بالعمر بهي الحاله. هلا كثير نحن عم نشوفها، اولا انه خصوصا من بعد الحرب العالميه الثانيه، ونحن اللي صار عنا بسوريا هي حرب عالميه ثالثه بالمناسبه باخر 10 سنين يعني.
فانه عم بيصير في تاخر بالزواج، وبالتالي حتى لما عم بيكون في زواج عم بيكون في رغبه بسبب بعض الظروف او الخاصه او العامه يعني الضاغطه الاقتصاديه وهيك، انه عم يحاولوا ياجلوا موضوع انه يصير في حمل، فلذلك عم يصير تاخر، بمعنى دخلنا بالعلاقه بين الخصوبه والحمل وبالتالي العمر. اما نقول بس بعمر العشرين وهيك، هذا كلام خاطئ تماما. ورح اقول شغله، الدليل على هذا الكلام انه بالدول الغربيه حوالي ثلث الاناث يلي بيصير اول ولد عندهم بيكون بعد ال 35 سنه. فحقيقه ببعض المقولات الشائعه تظلم يعني فيها ظلم للانثى بشده بهذا الموضوع. نعم. فالعلاقه كثير حميميه الحقيقه بين الاثنين. هلا اكثر شيء ترتبط هون انه لو لساتها عم تجي دوره وبشكل منتظم وهيك، بنقول في عندنا مشكله لما بتتجاوز المرحله 38 39 لما بتنكسر الخصوبه عندها. بدي اوضح كلمه معدها انه تنكسر الخصوبه عندها انه هو روح البويضه. بنقول البويضه ببعض الدورات بتصير فيها عطب، فيها خلل ما، لو انه عم نشوف على الايكو دوره منتظمه القصه المرضيه، بنشوف بالمراقبه الاباضه في عندنا جريب اباضي عم يتطور يلي ضمن المبيض، عم يوصل لوقت الاباضه قطره بين 18 ل 22 23 يعني كرايتيريا ممتازه لنقول انه في اباضه، وتحدث اباضه، ولكن بنلاقي انه لما بيتاخر الحمل بهيك حالات المشكله بروح البويضه بشباب البويضه، هذا بنسميه هون بهالحاله نقص الخصوبه. اكيد دكتور، بس مثل ما حكيت انت بسبب ظروف الحرب العالم عم تحاول تاجل الحمل. نعم. خلينا نحكي هذا الموضوع من غير ما يلجأوا لطبيب، بصيروا ياخذوا ادويه مانع حمل، قديش ممكن يضر على قصه الحمل لبعدين برايك انت؟ وخلينا كمان نحكي عن اهميه نمط الحياه الصحي عند الزوجين لحدوث الحمل، وبالاضافه كمان لتاثير مثلا التدخين، تاثير الوزن الزائد كمان على الحمل. هون دخلنا بكثير عوامل. تمام. شيء بنسميها انه عوامل صحيه، وفي شيء بنسميه ريسك فاكتورز، عوامل خطوره بهي الحاله. خليني ابدا من اخر شغله ذكرتيها حضرتك اللي هي مثلا تاثير الاوفر ويت، الوزن الزائد بهالحاله. بنعرف نحن الوزن الزائد تقريبا باغلب الحالات له ارتباط بوظيفة المبيضين. إذا رجعنا هون بهالحالة لأول 35-40% يلي أسباب العقم الأنثوي يلي هو مشكلة بالإباضة. فإذا الوزن الزايد، لأنه هون الوزن الزايد بيكون عم ينتج خط إنتاج إضافي لهرمونات الأندروجين. الأندروجين هي هرمونات مذكرة يلي المبيض ليقوم بعمله، ويلي أهم جزء من عمله إنتاج بويضة منتصف الدورة الشهرية، ليقوم بهالعمل هذا هو يحتاج لبيئة هرمونية جدا جدا دقيقة. طبعا أساسها بيئة هرمونية مؤنثة، فالوزن الزايد بيدخل بهي الحالة. دكتور بس آسفة، في عندي هذا السؤال، عم بياخدوا دواء أنه هو تفجير إباضة بفترة الدورة، خلينا نحكي عن هذا، أو الإباضة، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، حتى شو ممكن يعمل؟ هل ممكن كمان يحدث حمل عند السيدات اللي عم بياخذوا هالأدوية ولا لا؟ هون دخلنا بشيء اسمه تمام. تدبير العامل الإباضي يلي قلنا هو أسهل تدبير وبشكل نسبة حوالي 40% من أسباب العقم الأنثوي. هلأ هون ليس فقط إبر التفجير، هلأ بدي أرجع المقولات الشائعة لذكر التفجير، يعني منيح اللي فطنتينا عليها الحكاية، انه هي بتدخل من ضمن انه شيء اسمه تحريض اباضه. نحن بنبدا بتحريض اباضه بايام الدوره الشهريه، وفي بروتوكولات بتختلف حسب شده الحاله. بنوصل وقتها مع المراقبه بالايكو للجريب الاباضي وقد صار حجمه ناضج ام غير ناضج، ان شاء الله يوصل مرحله النضوج، وقتها بنلجا لشيء اسمه تفجير الاباضه. اذا في عندنا شيء تحريض وعندنا تفجير الاباضه، لناخذ افضل فرصه ممكن انه هالجريب يطق ويطلع البويضه من جواته. تمام. طيب هلا هون الناس عم تاخذها هي القصه انه مشان تحديد جنس المولود بهالاحرى او الجنين بهالاحرى، انه اذا باخذ ابرتين تفجير بيجيني صبي اكثر، واذا باخذ ابره ولا ابره ونص، ولا ما باخذ بيجيني بنت او بيجيني توم. طبعا لا، هو العلاقه التفجير ما له علاقه بالتوم الحقيقه. التفجير التوأم هو له علاقه، إذا كانوا جريبين ولا بويضة انقسمت بويضتين صار توأم حقيقي أو شيء، هذا موضوع مختلف تماما. طبعا إمتى بيصير عندنا حمل متعدد أكثر؟ لما نلجأ للحمل المساعد يلي هو عبر طفل الأنبوب، على حسب البويضات المرجعة للرحم
بويضتين او ثلاثه، وقتها ممكن عندنا يصير حمل متعدد. اما تفجير الاباضه انه له علاقه بالتوائم، لا، هي ما لها علاقه. تمام. دكتور، ايضا ذكرت ببدايه تعريفك العقم انه احيانا ما بيكون في مشاكل بين الزوجين، يعني هي ما فيها شيء مثل ما بيقولوا، هو ما فيه شيء، ولكن نعم. تماما. يعني ممكن يمكن تكون موضوع كيميائي نفسي، بنرجحه للحاله النفسيه بين الاثنين، لانه كثير شفنا حالات، يمكن اكيد حضرتك مر عليك، انه اذا هو تزوج غيره او هي تزوجت غيره بصير في حمل وانجاب. اذا قرروا يضلوا مع بعض هدول الاثنين، هل انه بالممكن يصير حمل؟ طبعا ممكن يصير حمل إذا قرروا يبقوا مع بعض. وببعض الحالات، يعني إذا مفترض زوجين صار لهم 7-8 سنين وأحيانا 13 أكثر من هيك ممكن يكون، وكل واحد منهم ممكن يتزوج، وكل واحد يصير منجب يتزوج طرف آخر. طيب تماما. أوكي، هلا نحن بنقدر نقول إنه لو بقيوا سنة تانية ما رح يصير حمل، ما حدا بيقدر يعرفها. هلا بقول نحن إنه عامل نفسي أو شيء، أي موضوع أو أي عامل بيخطر ببالنا قد يكون هو الصح. بمعنى لأنه نحن ما لقينا سبب، يعني عملنا كل الاستقصاءات يلي نحن لهلأ لغاية اللحظة بالطب بنعرفها وما قدرنا نلاقي سبب. نعم. فلذلك لما كل واحد منهم بيروح بياخد طرف تاني وبيصير حمل، نقول كمان ما بنعرف. وإذا ضلوا ممكن يصير حمل، احتمال وارد. فلذلك العقم الغير مفسر المجهول السبب، الحقيقة كتير حالة غريزة، والقرار بالنسبة لكل الزوجين صعب. قرار صعب جدا جدا، حتى للطبيب لما بيسألوه هذا السؤال، الطبيب بعيادته، إنه دكتور يعني هلأ نحن منحب بعض وحابين بعض، بس إذا انفصلنا وكل واحدنا راح يتزوج حدا تاني راح يصير حمل؟ ما بيتهيأ لي إنه حدا بيحسده للطبيب بيحسده على هالموقف اللي بيوقع فيه. نعم. أكيد. دكتور، خلينا نحكي بالختام عن العلاج، امتى بيكون علاج دوائي، امتى بيكون علاج جراحي برايك؟ تمام. هلا خلينا نحكي بعجاله باعتبار موضوع العلاج هو موضوع طويل. خلينا نقول اول شيء نعمل ابروشمنت، نعمل مقاربه صحيحه للقصه المرضيه هي، نحط السبب وبعدين بنروح للعلاج. هلا اذا لقينا السبب اباضي مثل ما قلنا هو اسهل سبب، غالب الاحيان هو بيكون العلاج دوائي، مثل ما حكينا محرضات إباضة وشوي أدوية بتنزل الوزن، شوي أدوية ممكن يكون لها علاقة بهرمون جدا جدا هام اللي هو هرمون البرولاكتين، هرمون الحليب، كتير ملعون هذا الهرمون. فهون بهالحالة إنه فورا بإذن الله بناخد نتيجة يعني سريعة. هلأ إذا قلنا العامل الثاني 35-40% يلي هو عامل البوقي البريتواني، يلي غالبا يرتبط بالتصاقات قد تكون أو انسداد ضمن البوق أو شيء بريتواني خارج البوق. نعم. عم يعمل انسداد عليه. هذا هون في عنا بعض المعالجات اللي قد تكون دوائية، وخاصة إذا كان السبب اسمه داء حوضي التهابي، يعني آفة التهابية شديدة، أو إذا كان السبب التصاقات، وقتها ممكن نلجأ للجراحات وخاصة تنظيرية منها لنفك الالتصاقات. وبالمناسبة العامل البوقي أو الشك بوجود العامل البوقي، أهم إجراء له هو صورة الرحم الظليلة يلي كتير ناس بيخافوا منها، وهي بجد إجراء جدا هام للتشخيص، وقد يكون بحسب المادة الظليلة عم تعطى، ويلي طريقة إجراء الصورة الظليلة هي مفتاح لحدوث الحمل بعدين من دون أي علاج. وخاصة برجع بقول إذا كان السبب شيء اسمه داء حوضي التهابي، بمعنى عملية زايدة عملت التصاقات من برا، أو عملية زايدة كانت منفجرة بالبطن عملت داء حوضي التهابي، أو ببعض الالتهابات النسائية النوعية يلي خطرة جدا من هاي الناحية. وهذا موضوع التهابات نسائية بده موضوع لحاله نوضحه كرمال هاي القصة، إنه بعض الالتهابات بيتم إهمالها، أو الوحدة بتاخذ دواء لحالها من رفيقتها أو هيك، وهي بيكون عم يتطور عندها داء حوضي التهابي قد يودي بها إلى عقم أنبوبي. نعم. يعني سكر الأنابيب. دكتور، يعني للأسف وقتنا خلص معك، ولكن مواضيعنا ما خلصت، أكيد حنتابعها بحلقات تانية. شكرا لوجودك معنا. يسعد صباحك. أكيد. يسعد صباحك عن جديد. يا دكتور صباح، شكرا لوجودك معنا ولمعلوماتك القيمة. شكرا لك. أما هلأ سمر، معلومات غريبة أيضا ومفيدة بهل تعلم.
بكل يوم معلومة جديدة رح نتعرف عليها. هل تعلم أنه عندما تتحدث مع نفسك فأنت بذلك تحسن من مهارات الدماغ وتعدل النفسية وتزيد من القدرة على إيجاد الحلول لمشاكلك، كما ترفع من مستوى الذكاء فعليا، فالتكلم مع النفس يقوي كفاءة الإنسان نفسيا وعقليا. وهل تعلم بأن الدماغ ينسيك ويخفي عنك كل عيوب الشخص الذي تحبه بشكل متعمد، مما يجعل من الصعب الاستياء منه، وهذا السبب سيجعلك تسامحه بسرعة في حال أخطأ بحقك. وهل تعلم أن الشخص الذي نومه ثقيل في العادة يكون دماغه نشيط جدا ومشغول بأداء عمليات عقلية معقدة خلال النوم تمنعه من التقاط أي أصوات أو إشارات خارجية للاستيقاظ، وبالتالي يصبح نومه ثقيلا؟ في هذه الحالة النوم يساهم بتجديد خلايا الجسم ويفرغ الطاقة السلبية. أخيراً، هل تعلم بأن حوالي 80% من الناس حول العالم لا يدركون سبب شعورهم بالتعاسة، وهو عجزهم عن التعبير عن مشاعرهم، حيث يمضون حياتهم وهم يكتمون عن ما في قلوبهم لاعتقادهم بأنه من الصعب جداً على الأشخاص الآخرين أن يفهموهم؟ محطتنا الأخيرة لليوم ضمن مساحة الثقافة رح نتعرف عن الفن وبانوراما على حفل الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان، أكيد الذي كان بدار الأسد للثقافة والفنون. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بالناقد الإعلامي ملهم الصالح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الحدث الكبير، عن الحدث الفني اللي صار، حفلة الفنان صفوان بهلوان. خلينا نحكي عن الحفلة، عن أهميتها، وأول مرة بيطلع بدار الأسد بدار الأوبرا للثقافة والفنون. خلينا نحكي عن أهمية هالصعود إلى المسرح وأهمية هاليوم. الحقيقة الموسيقار صفوان بهلوان هو واحد من القامات السورية الهامة جدا على مستوى الوطن العربي، ولا أبالغ إذ قلت أنه أيضا على المستوى العالمي. صفوان بهلوان من جزيرة أرواد العزيزة على قلوبنا، مواليد 1953. في عام 1970 أعلنه عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير، مطربا، وأوكل إليه تجديد أعماله كافة. يعني طبعا بس خليني نوه أنه ب 1970 تقريبا كان عبد الوهاب عمره 70 سنة، يرى أمامه فتى بعمر 16 سنة يعني يغني ويغني أغاني بكل جودة وتقنية. وبالتالي قدموا عبد الوهاب من خلال تسجيل أسطواني على حساب عبد الوهاب لواحدة من أغاني جددها صفوان بهلوان، هذا عام 1970. مع بداية الثمانينات طبعا الحدث الهام الذي أعتقد أنه في خلد الكثير من السوريين هو جبهة المجد، عمل جبهة المجد، غناء الكبيرة الفنانة ميادة الحناوي، وأيضا كلمات محمد مهدي الجواهري الشاعر الراحل، ألحان صفوان بهلوان. هذا العمل الحقيقة الذي بشر بملاحم وطنية موسيقية وغنائية لم يسبق لها مثيل في المستوى السوري. الحقيقة هذه التجربة أيضا لحقها بسيمفونية الربان والعاصفة، والتي عزفتها الفرقة الأوركسترالية الفيلهارموني في برلين، ودارت أيضا الحقيقة مسارح أوبرالية عديدة في العالم. انقطع صفوان بهلوان عن المشهد السوري الفني والثقافي بأواخر التسعينات. تمام. أي يعني نحن اليوم على مسافة قطيعة يعني ربع قرن، 25 سنة سالي. نعم. تخيلي من الانقطاع. من هنا تأتي أهمية هذا الحدث الذي طبعا يعني ندين بالفضل لوزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، لوزارة أيضا السياحة،
لدار الأسد للثقافة والفنون وأيضا لمديرية المسارح والموسيقى في أنهم تعاونوا جميعا لأن تكون هذه المناسبة. وكان الحقيقة حفل يعني من العمر كما يقال، وهو كان اختتام لأيام الثقافة السورية لعام 2020. أكيد. نعم، يعني مثل ما بيقولوا كان ختام مسك مع القامة الكبيرة، وأكيد كل الشكر للجهود المبذولة مثل ما ذكرت. خلينا نتحدث عن هذا العمل اللي أقيم، كان في له تحضيرات معينة، كان في بروفات أيضا، نحكي عنها شوي. تمام. هلا سال الحقيقة هذا الملف يعني أنا ما بتخيل قديش سعيد، هلا عم بحكي كإعلاميين نحن مع بعض. الحقيقة أنا أجريت حوار تقريبا من 3 سنوات مع الموسيقار، وأبدأ لي استياءه وامتعاضه، وأنه أنا الحقيقة يعني أوبرا دمشق لا أعرفها ولا تعرفني، مع أني أزور يعني مسارح الأوبرالية في الوطن العربي وأفتتح الكثير منها. الحقيقة حاولت أن يصل هذه الرغبة، أن تصل إلى المعنيين، أو هذا الامتعاض أو هذا العتب، وبالتالي تضافرت الجهود كما قلت يعني خلال 3 سنوات. الآن موضوع التحضير، يعني الحقيقة لفتني أنه بعد هذه التجربة المديدة، بالمناسبة عبد الوهاب قدم صفوان بهلوان عام 1970، ليعود عبد الوهاب بصوته يقدم في 2020، يعني بعد 50 سنة، ليقدم صفوان بهلوان أيضا على الأوبرا. يعني نحن أخذنا نفس الكلمة اللي موجودة على الأسطوانة اللي يقدم فيها عبد الوهاب، يقول أنه أقدم للشعب السوري المطرب صفوان في أغنية، فقدمناه بعد 50 سنة. تخيلي هذه التجربة، كان وكأنه يظهر على المسرح يعني للمرة الأولى. أنا كان لي شرف أنه رافقته بكامل التفاصيل الحقيقة في التحضيرات. ما بتخيلي قديش كانت ممتعة وشاقة أيضا البروفات. الحقيقة اللي لازم نتوجه بالشكر للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة طبعا المايسترو عدنان فتح الله، وكان هي الحميمية، العلاقة الحميمية يعني، وتراسل الأجيال. يعني أنت بتعرفي العازفين من أجيال متعددة، والأستاذ صفوان الله يعطيه طول العمر يعني أيضا من الرواد ومن المتقدمين، فكان هي تبادل الرؤى وتبادل الحقيقة الخبرات كان من المهم. أيضا ضمن البروفات بالمناسبة زار الموسيقار صفوان بهلوان زار المعهد العالي للموسيقى، وهي الزيارة الثانية له، واطلع على أيضا طلاب الغناء الشرقي وسمعهم وأعطى بعض الملاحظات يعني لمن يعني يحتاج إليها. والحقيقة هذا الاندفاع وهذا الشغف وهذا الرد، برجع بقول أنه عم نراكم نحن على هذه الخبرة. أعتقد أنه بل أجزم أنه صفوان بهلوان قام سوريا يعني يجدر بناء يعني نأخذ منها ما نستطيع، القدر نعم الذي نستطيعه، نستفيد من خبرتك. أنت أمام كائن الحقيقة يعني غريب من حيث القدرات، من حيث المهارات في الشعر، في الرسم، في التأليف الموسيقي، في الألحان، في العزف، في الغناء. فبالتالي الحقيقة يعني أنا كما أطلقت عليه أنه هو الربان، الحقيقة فعلا بتلاقيه ماسك بأكثر من خيط، ولديه رؤى يعني رؤى هامة جدا موسيقية. وأعتقد أنه هو قادر على يعني هو ينبوع فياض لا زال معطاء. نعم. ويجدر بنا أن نراكم على التجربة اللي أشرت إلى بالبداية، اللي هي الملاحم الوطنية الغنائية التي يعني الحقيقة دخلنا في هذه النوعية مع صفوان بهلوان. أكيد. خلينا نحكي، بالرغم من الحظر الجزئي بسبب فيروس كورونا، كان في جمهور بالحفل من متذوقي الفن الأصيل. خلينا نحكي كيف كان تفاعل الجمهور، كيف كان تفاعله مع القامة الكبيرة. تمام. خلينا نحكي عن هذا اليوم المميز. سمر، الحقيقة اللافت أنه الجمهور لم يكن فقط في الحفل، يعني ساري حتى بالبروفات كانوا يجوا الأصدقاء المقربين اللي صار لهم زمان مو شايفينه لصفوان، كانوا يجوا يحضروا. فكانت حتى البروفات بالمناسبة هي يعني حفلات مصغرة بيجي بيحضرها العديد من المهتمين أو الأصدقاء المقربين. الحفل ساعات على إعلان بيع البطاقات أو فتح شباك التذاكر، يعني كان سولد أوت، بيعت التذاكر يعني بالكامل. والحقيقة كان حضور نوعي جدا من المثقفين، من الذواقة، وكان في عتب كبير من أيضا من الجمهور محب أنه يعني إجا وما لقى تذاكر أو ما لقى مكان. لكن الحقيقة اللي بيعزي، أنا ما عم أقول البديل الكامل يعني أو الذي يغني، لكن اللي بيعزي أنه كان في هناك بث مباشر يعني للحفل، وأعتقد أيضا أنه التلفزيون السوري صور هذا الحفل وسيبثه قريبا.
أكيد. الله يا رب. يعني خلينا أيضا بعد هالأمسية الجميلة نحكي عن فرق صغير بينه وبين أماسي. هل كان في فرق ولا؟ هلا الأماسي هو مشروع الحقيقة عمره تقريبا 4 سنوات مع وزارة الثقافة. من تقريبا من سنة توقف هذا المشروع، يعني بهدف انه ان نصدره في حلة جديدة. واليوم نحن على باب ان شاء الله، يعني ب2021 بالعام القادم ببدايته ستنطلق أماسي لتجوب سوريا، يعني بمعنى أنها باتت أماسي سوريا، يعني سنزور المحافظات السورية ونلتقي بالقرية فيها ونحاورهم. أكيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وأكيد تحية كبيرة للقامة الفنية العظيمة صفوان بهلوان، شكرا لوجودك معنا. بنشكرك زميلنا الناقد الإعلامي ملهم الصالح، وأكيد نحن حيكون لنا وقفات تانية بفعاليات أكبر أكيد على جميع المحافل السورية. شكرا لوجودك كل معنا. كل الشكر. ولهون سالم نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، نلتقي بكرة على الساعة 9 لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه ابو على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وتمنياتنا تبقوا بألف خير، وإلى اللقاء ونهارك سعيد يا سالم. نهارك سعيد سمر. بنتمنى لمشاهدينا يوم عطلة جميل مع العائلة، برد دفوا حالكم منيح، إذا بدكم تطلعوا من البيت إن شاء الله يا رب هنهار يكون خير وسلام وبركة على الجميع بشهر أعياد الميلاد شهر السلام. ما بننسى نتشكر مطعم بابيليتو على الاستضافة، بنذكر أنه بيتميز بأجواءه العائلية الدافئة. تبقوا بألف خير، نلقاكم، باي باي.